السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي عشاق الشيخ مصطفى إسماعيل، أهلا وسهلا بكم. ومعي اليوم مقطع رهيب وبالجودة الأصلية، وسنستمتع إليه سويا ونرى كم من خشوع وكم الجمال الصوتي والإعجاز الصوتي والمتعة الصوتية في حنجرة هذا الرجل. هنسمع المقطع ده مع بعض ونشوف بقى ايه اللي بيعمله الشيخ مصطفى اسماعيل. نسمع مع بعض. الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق. إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي Oh.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن يسأل. إن إلى ربك أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولي. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنفسه بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه. سمد كلا لا تطعه واسجد واقترب. سامعين الجمال الصوتي والعفق الصوتي والإبداع. الشيخ مصطفى إسماعيل انتقل بنا في هذا المقطع إلى خشوع وتأمل في الآيات، حاجة فوق مستوى الكلام والوصف. ألقاكم في مقطع آخر بإذن الله تعالى. شكرا لكم، أخيكم محمد السيد.